ما بيكفي خيي، بدنا نحرق لهم خيامهم كمان. انا هرجع القاهره وفاهم معي على كل حاجه، واكيد هنطلع وهتجي على المخيم. كلهم كتير منيح، خيلتك بتجنن وخيك بجنن، كلهم تمام. شربي ايه يا مريم؟ سم يا طنط. ايه؟ مريم يا صراحة فورا، انا عايز اطمن على معدتها. جزء الدكتور المحترم فيه مش عايز يجي يقف جنبها ولا مش قادر يسيب مراته الجديدة؟ يا استاذ شكلها في حاجة. يا ماما حاولت تنتحر، حاولت تقتل نفسها، بس كنا متمنين ان انا وماما كنا ماتت. اللي حصل ده السبب فيه ان مي مريضه نفسيا، وانتوا الاثنين الوحيدين اللي عارفين الكلام ده، وهي سمره كمان عارفه. اصحك حدا من ناسنا يعرف فيك، مفهوم؟ سمره مي مريضه نفسيا، انا ولدت السبب. طب اغراضك وفله، ما تخليني اشوف صوره وجهك، فاهم؟ احسن ما اجيب لك الدرك. في شيء مش منيح، الله لا يقدر. مالي مرتاحه ابدا، يعني حاسه في شيء عاطل بده يصير. بعد بده يصير شيء عاطل اكتر من هيك؟ ما تطلعني وتروح تتجوزها انت كمان. انا مش فاهمه ايه سمره طلعنا في البخت دي، يعني انت عايزني ادافع عن سمره ومي في المستشفى بين الحياه والموت؟ ليش دخل سمره بمي اذا بالمستشفى؟ هي اللي دخلتها؟ سمره ما كذبت على تامر بشيء، رفيقتك مي هي اللي كذبت على تامر لحتى تزوجته. القصه صارت قصه شرف. بتعرف انا بحبك قد ايه سهر؟ ما بدي يلقى لتو راوية تحبها. راوية؟ يا راوية قلت لك ايه؟ انا بأذي اللي بيأذيني وبيذلني، هيدا ما برحمه ابدا. شو القصد من هالخبرية اللي عم بتخبروني اياها هلا؟ جايين نقول لك امي انه سمرة تجوزت وفلت منها وعرفت بخيها المخطوف، ما رح ترجع لهون ابدا. وانت فخورة بتصرفها يعني؟ ومبسوطة عم تخبري بكل فخر كيف باعتك وباعت خيا وباعت الدنيا كلها كرمال واحد غريب جاي يتسلى فيها يومين وبزهق منها يرجع يزتها؟ مين قالك اني مبسوطة او فخورة؟ انا جاي اقلك شو صاير وبس. على كل حال معكن حق، صبي ما له دخل بهالقصة كلها، انا كنت ضد اللي عمله لس. يعني رح ترجع صبي على حضن امه؟ انا ما بأذي ابن عمي امي، انت بتعرف هالشي. تقبرني ان شاء الله. انا بأذي اللي بيأذيني وبيذلني، هيدا ما برحمه ابدا. كثير عال، لكان وين اخوك لحتى يرد الصبي على البيت؟ حرام امه والله لحتموت. ما تعتلي يا همراوي، يا الصبي بألف خير. سيف شو في ليس؟ نحن بورطة سيف. شو في؟ محسون. شو بو؟ مش كان معه رامي ابن عمي؟ ايه تلفن لي من شوي، قال لي انه شو في امي قول؟ شو في ليس؟ رامي صار له شيء؟ حسون خطف رامي، الجوزة لسمرة معه مصاري، بتدفع مصاري بيرجع الصبي. شو؟ قولي علي شو معطرة، قولي عليك يا هنية شو معطرة. شو هالحكي؟ يعني أنت ما بتعرف وين أخدوه؟ أنا ما بعرف شيء، رحت مطرح ما كنا حاطينه ما لقيت حدا. أودي شبابك اللي علمتهم على الخطف والفدية والقرف، نقلبوا ضدك خواجة ليس. هلا وقتها سيف، هلا وقت شماتي. هلا لا وقت شماتي ولا وقت خناق. اهدوا خلينا نفكر شو بدنا نساوي قبل ما تكبر القصة ويعرف أبو رامي ويجن علينا. أحلى وقت. راوية قالت لي بيت قديم أزهر وفيه خشب، ما في إلا هذا، خلينا نجرب. طيب شو يكون هذا البيت رح نعيش فيه؟ ما بعتقد منين مع راوية تشريك بيت. نحن منجرب بالمفتاح، إذا فتح معنا بيكون هذا هو. يا رب بيت شرح، لك جنينة. شو أنا؟ فتح! فتح! فتح الباب! الحمد لله. الحمد لله يا رب. تفضل، ست البيت الأول، تفضل. شرعي هذا بيت شرعي رح نسكن فيه. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. انا رح ساعد الختيل ينزل من السياره. كريم
معقول يجي يوم وتنسي كل شيء غلط اللي عملته فيكي؟ أنا مسامحتك من الأول، كل عمري بحبك وبعدني بحبك. وهل لكن خلينا ننسى كل شيء عاطل. البيت الحلو والجنينة برا والأمان اللي رح نحس فيه، وكله رح ينسون القصص البشعة اللي مرقت فيها. لكن ساعديني انسى كل شيء عاطل عملته بحالي وبالناس. رح ننسى هيدي الحياة الجديدة اللي رح نعيشها، رح تنسينا كل شيء. صدقني وائل، شو حبيبي؟ خذي دول جول 10 دولار. شو؟ 10,000؟ شو بدي فيهم كلهم هاو؟ شو بدي اشتري بيت أنا؟ ليه؟ 10 دولار اشتري بيت هنا ببيروت؟ معنى الحكي يعني. طيب خليهم معك، أكيد هتحتاجيهم، ومش عايزك تبخلي على نفسك في ولا حاجة. وأنا هنا أسيب لهم الكريدت كارد، يعني ما تشيلش هم أي حاجة خالص. رح أشتغلك. قد إيه يعني؟ كتير. بعد ما رحت لعند ولاد خيك جبت ابنك منه؟ قوم غالب. قوم ما تجنني. أنا عم بشرب كاس، أنت ما تجننيني. ما تفاسيني لأنه أنت بتعرفي فاقستي عليكي ما بتسوى. قوم بقى، قوم روح جيب الصبي على البيت. أنت إنسان أنت؟ أنت مش إنسان؟ أنت بلا قلب؟ ما عندك جنس الأخلاق؟ بلا إحساس؟ لك يا خراسيبة عم تضربني كمان؟ خسرت أولاد 2 وكمان بدك تضربني؟ تفوح عليك وتفوح علي أنا اللي قبلت أتجوز واحد مرت مثلك. قليل عليك إنه مرتك تهرب مع رجال تاني. واحد بلا أخلاق. والله لا أعمل هجنينة جنة، جنة بدي أزرعها فواكه وخضرة وحط زهور وورود، بدي أزرع كل شي فيها. بتجيب قنة دجاج، يكون فيه كتير دجاج وديوكة كمان ويفقصوا صيصان. بدي أعمل هجنينة جنة، جنة. بدكم تعرفوا ليش حطونا من المخيم وجينا لهون؟ ليش بتفكروا الختيارية مجاديب وخرفانين؟ احنا منعرف كل شيء. الله يشفيهم، الله يشفيهم. ماشي مش هلف السلامة. هضل نطرتك هون، مش راح أضهر. كنا عشان ياخدوا الشنط. لازم حكيها. بدك تخبريها عن خيك؟ ايه ضروري، يمكن يقتلوا للصبي. ساعتها إذا قالت لي ليش ما قلتي لي؟ شو بعمل؟ شو بسوي؟ لك إذا خبرتيها بتجي وبيقتلوها. لا لا تخافي، ما بخليها تجي. عم يدق.
راوية حبيبتي. ألو سمراء، اشتقت لك. خليني احكيها لك. وإيش ومين؟ حبيبتي راوية، طلع معك حق، نصيبي بقلب البيت، تجوزت الحكيم. ايه ألف مبروك. بس ما رح يطلع معك حق بكل شيء، بتعرفي ليش؟ لأنه عايش بسعادة ما بتنوصف. لك رؤية هي مرؤية. خالتي حدك، أعطيني إياها بدي أحكي معها، اشتقت لها. طيب حبيبتي تفضلي. بس حك تحكي لي شي عن أخوه، أنا بحكي معه. ألو. ألو سمرة حبيبتي. خالتي؟ ولو خالتي هيك بتعملي فيي، هيدي مكافأة حبي إلك وعذابي كل هالسنين معك. بشرفك خالتي، ما تبلشي، ما تنزعلي الفرحة اللي عايشتها. أنا اللي بدي أنسى عليك اللي عايشتي. لك أنا من أول ما ماتت أمك لليوم وبدعي لربي إنه يسعدك ويبعد عنك ولاد الحرام ويحفظ لي إياكي. والله استجاب لصلواتك وبعت لي رجال بجنن. أنا كتير مبسوطة خالتي كتير. واللي هون شو بتعملي فيهم؟ بكرة سيف بينسى، مش رح يضل فايق لي كل العمر. تامر رح يخلص لي ورائي، بس يصير فيي سافر رح سافر وارجع لهون، رح اعمل احلى بيت ببيروت ورح تجي تعيشي معي معززه مكرمه. قولي لي انت عاوزه شيء؟ ناقصك شيء؟ ليكي خالتي انا تامر عطاني مصاري كتير مش عاوزتهم، تعي لعندي بعطيكي. مين همه المصاري؟ مين عم يحكي عن المصاري؟ الموضوع اضرب من هيك بكتير. شو في؟ شو صاير؟ عادي عادي لك عادي. الو سمرة؟ ايه راوية؟ شو في؟ خبروني. هذا سيف مشان يعرف ويني، قام هو واخوه الازعر ضربوا نجم كتير 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 وعلقوا على الشجرة. شو؟ نجم ما خبرني. يا علي ما كان بده ينزع عليكي فرحتك. المهم هلا فلتوا وطلع هو ووائل وريم وستة وجدة. لوين راحوا؟ الكل هون عرفوا انه ريم ووائل معهم سيدة، قاموا شحطوهم وحرقوا لهم خيمهم. العمى بقلبهم، الله لا يوفقهم. كتر خيرك يا الله انك ريحتي من هالجو المجرم. بس سيف مشان يضغط عليكي ليش خطف رامي واخذوه لمحل بعيد. والشباب يلي ليش حط رامي عندهم ليخبوه، قاموا هن خطفوه وقال بدهم منك مصاري. سمرة حبيبتي الله يخليكي لا ترجعي لهون، والله بيقتلكي. عليك على ظهرك يا حبيبي، حطوها بالطول بالطول هيك احلى، هيك بالدرب هيك. ايوه هيك احلى. كيف؟ شلون حلو. انا بفتح وبعطي المعلومات وكلكم تتأيدوا فيها. مرحبا. اهلا. كيفكم يا جيران؟ اللي زمان ما شفت هالبيت مضوى. أنا أم عادل جارتكم وصاحبت الدكان اللي حدكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، تفضلي. أهلا بالمتأهل. جبت لكم شوية معكرون وزلابي شغل إيدي لأتأهل فيكم. يسلموا ليالي. كيف بدك تتعذبي يا عم؟ كلك ذوق. تفضلي قعدي معنا، بنعمل بريق شاي ولا ركوة قهوة. تفضلي. لا لا خليني أروح، الوقت تأخر، بدي أترككم ترتاحوا. من وين حضرتكم؟ نحن من بيروت. نحن من بيروت، بيي بيكون وامي، وائل ابن خيي، وريم بتكون مرته. والنعم. ومن بيت مين؟ من بيت الحداد. اهلا وسهلا فيكم. انا صاحبت الدكان اللي حدكم وبيي رجل ختيار من عمرك يا عم، تبقى طول صوبه على الطاولة انت وياه. يلا تصبحوا على خير. من اهله. لك ذوق يا ستي. تبقى شرفينا. نتشرف. مع السلامه. قلتلي من بيت الحداد بابا؟ حداد؟ حداد.
والله يا نجم يا ريت اللي قلته حقيقة. يا ريت قال انت عمه لوائل، وائل جوزي، رحنا من بيروت من عائلة الحداد. أنا حبيتها لهالمرة، هيئتها طيبة. يعني أنا بقدر أروح أقرأ على الطاولة مع بيها؟ فيك تعمل اللي بدك إياه، بس بدنا نضل متذكرين إنك أنت رب عيلة وأنت من بيت الحداد واسمك أبو نجم. معي شوية مصاري رح روح أجيب سندويشات بركي بناكل الأمي سوا. يلا الله معك. شو وين؟ جيب لك قهوة أنت مين؟ قوم ساعدني. شو منشوف؟ منبلغ عنهم الشرطة. الله يرضى عليك أمي، تركي هول الأمور علينا، هيدي مش شغلة نسوان. والله شغلة مين لكين؟ شغلة رجال قبضايات مثل حكايتك ما هيك؟ فيكم حاجة تتخانقوا بها، كل شوي بتتخانقوا شو القصة؟ اوعى حدا يجيب سيرة الشرطة على لسانه، أنا بعرف كيف حلها. إذا بدك تخلصي من ابنك بتتصلي بالشرطة، لأنه هودي الزران اللي خطفوا رامي هاوتر بيته شغل إيديه، بكرة بيلقطون وبيدزوا عليه وبيقضي كل حياته بالحبس من هلأ لآخر يوم من حياته. يا دلي أنا كيف رح نرد الصبي؟ إذا الصبي صار له شيء يكون بعلمك رح تقوم لقيامي هون والجرائم رح تتشلقح مثل الشتي. منرده أمي إذا الله راد منرده. لك يا أمي شو كان بدك بهالقصة؟ مرتك بتجني وولادك بجننوا وانت شاب بتجنن، شو كان بدك بهالقصة؟ إذا سمرة ما بتحبك لشو بعتك لحقها؟ الحمد لله على السلامة حبيبي. ازيك يا حبيبتي وحشتيني. انا لسه وصل المستشفى دلوقتي حالا، كلهم مستنيني فوق. اي يا حبيبي منيح، انا رح نام لانه نعسان كثير وانت تبع على حالك. طيب يا حبيبتي مش عايزاني اطمنك كل شوية؟ بدي اياك تنساني الليلة، فكر بس ببي وبصحته. انا ماني متضايقة وماني زعلانة وما بدي يكون مشكلة بحياتك. انت بنساك ازاي بس؟ وحياة ربنا انا بفكر فيك طول الوقت. انت عارف ان انا من ساعة ما اتحركت من لبنان لغاية لما وصلت هنا وانا بفكر فيك طول الوقت، بعينيك الحلوين وضحكتك الحلوة. حبيبي انت يلا خلص مشاكلك وشغلك وارجع لي بالسلامة. انا مش اتأخر عليك يا حبيبتي. وانتبه على صحة مي وما تضيق ابدا. اذا بتحبني خليك منيح مع الكل، ما بدي حدا يكرهني. يا حبيبتي ده انت اللي رجعتي الفرحة لحياتي، خدي بالك من نفسك. انت كمان صباح على خير. انت من اهل الروح. مع السلامة. انا بحبها ومش قادر اتخيلها مع حدا غير امي. بس هي صارت مع غيرها وصارت مرته كمان. فشرت عرقبتها، مش رح خليها تتهنى معه لو بدها تطربق الدنيا عروسنا كلنا. هيدا ما عاد اسمه حب، هيدا اسمه جنون. وانا مجنون، انا مجنون سمرة. ايه انا مجنون سمرة، بدها تجي لهون غصب عنها وبدها تتجوزني غصب عنها. انت بتقبل تتجوزك غصب عنها؟ بتقبل تتجوزك وهي بتكرهك؟ ايه بقبل.
من الاول مش رح تحبني بس بعدين بتحبني. انا بعرف امي. الحمد لله على السلامه حبيبي. الله يسلمك يا ما يقدر عليك. ما تخافش هي بخير والدكاتره طمنونا والخطر زي ده المهم. الحمد لله. هو انت بتطمنيها يا طن؟ انت فاكره ان هي فارقه معاه اصلا؟ ايه يا بنتي كده؟ ايه لازمته الكلام ده؟ سيبيها يا امي اكيد خايفه على اختها. وانا كمان خايف عليها. ما هي مراتي واكيد فارقه معايا. ما بلاش كذب وتمثيل بقى، هو انت ايه ما بتزهقش؟ ما احنا خلاص عرفنا كل حاجه. ومي عرفت ان انت اتجوزت عليها في لبنان عشان كده انتحرت. لا مي انتحرت عشان مريضه نفسيا ولازم تتعالج وانت عارفه كده كويس. انا كنت عارفه ان انت في يوم من الايام هتعيرني باختي علشان تداري على عملتك المنهيله. التغريف اللي انت بتقوليه ده، في حد هيعاير مراته المرضى؟ في دكتور هيعاير المريض بتاعه؟ انا مش هزعل منك عشان عارف ان انت اكيد خايفه على مي واكيد ما تقصديش الكلام ده. هو فين؟ جوه في العناية مع الدكاترة حبيبي. طب انا راح اشوفه. وعمك عرف بالصبي؟ ما لها يقى. لانه لو عرف كان اجى لهون بلش يهدد ويصرخ. عمي انشحت من شغله امي وحالته عم ترجع لورا. شو؟ يعني هلا رح يفقد عقليته ويصير مجنون ومجرم اكثر واكثر؟ ما عارف. انا ما خصني امي. ليس هو اللي خطف الصبي مش انا. شو؟ خطف الصبي بعلمك وكرمالك سيف؟ وهلا عم تتنصل من خيك؟ يا عيب الشوم عليك، انت وياه اسوأ من بعضكم. مين بيقدر يتصل بالخاطفين يلي بدهم فدية؟ ايش عم تسألي؟ انا بدي اتفاوض معهم، اعطوني رقمهم. عجل اعطيها رقمهم، خلينا نجيب الصبي ونخلص. انا ما معي رقمهم يا حو، رقمهم مع ليس، بعرف شي عن الجماعة. طيب وينه ليس؟ ما بعرف. يا عمرك ما تعرف، قوم دور عليه، قوموا خلصونا من مشاكلكم العمى. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا بابا. طمني في تجاوب مع العلاج؟ طمن. انت ليه خبيت عليا حقيقة مرضها المدة دي كلها؟ لو مش عايز تاخد رأي ابوك على الأقل خد رأي الدكتور عمر اللي الناس بتجيله من آخر الدنيا عشان يستشيروه. انت كنت عارف قبل الجواز؟ لا طبعا. أنا عرفت بعد الجواز وصعبت عليا عشان كده ما سبتهاش. كمان كنت بحبها. يا بابا مي مدمنة على أدوية الاكتئاب ومش عارفة تبطلها. طبعا مش ممكن تحمل لأن الجنين هيطلع مشوه. عرفت ليه بقى أنا كنت بتضايق لما ماما بتاخدها عند أي دكتور؟ مامتك ما كانتش تعرف عشان حضرتك كنت مخبي علينا. طيب الوضع إيه دلوقتي؟ الحنجرة والأحبال الصوتية حصل فيهم حروق ضخمة وده أثر على جهازها التنفسي وعلى معدتها كمان. طيب بعد إذنك تسمح لي أخش أطمن عليها؟ تفضل. سمرة أنا برحب برشيد وأنتوا ما تحكوا شيء. ألو أهلا بالعروس. نجم أنتوا وين؟ بدي أجي لعندكم. كيف يعني أنتوا وين؟ نجم راوية حكيتني وخبرتني كل شيء. وينكن هلا؟ احنا ببيت راوية بالجبل. وين يعني ببيت راوية؟ دلني وين؟ تامر سافر وانا لحالي ببيروت. يا سمرة نحن كتير بعيد عنك، بدك كتير وقت تتوصلي لهون. قديش يعني بعاد؟ 10 ساعات؟ اخر همي، هلا بيجي لعندكن، بس خبرني وين؟ الله يخليك نجم، طايق قلبي هون لوحدي، بدي احكي معكن، بدي اشوفكن. سمرة طلبي تاكسي واعطيني الشوفير، انا بدل وين. ماشي، 10 دقايق بحكيك. مع السلامة. شو نجم ضمننا؟ سمرة جاية لعنا؟ اي والله لا عم
شيء جديد؟ عم بيقولوا انه شو؟ انه شو؟ احكي حش تبكي. الصبي ضايع يعني، رامي ضايع. شو يعني ضايع؟ يعني مش عارفين منه. بعرف انه مش عارفين وينه، بس ليش وعدنا انه بده يدلنا عليه؟ حتى ليس يا سامي رحتي؟ ما انا قلت لها تروح تبات عندنا في البيت. انا بات هنا النهارده. كويس قوي يا حبيبي انك عملت كده، حرام البنت النهارده كانت مرعوبه على اختها وخايفه عليها. انا هطلع انام، انا خلاص مش قادره اقف على رجلي. بس قبل ما اطلع انا عايز اسالك على حاجه. هي كانت بتقول كلام كده مش مفهوم. انا مش عارفه ازاي كانت مركزه ولا لا. انت اتجوزت واحده غجريه ترقص حاجه كده، انا مش فاهمه. ماما طب معلش بس نتكلم في ده بكره، انا مش قادره اتكلم دلوقتي. ماشي يا حبيبي، تصبح على خير. تبقى على خير. شو كيف البطل؟ انا بعتذر، كان لازم اجي لعندكم بعد الظهر، انا جد علي كثير حالات طارئه. لا مش مشكله دكتور، المهم تطمنا. خلص اكيد اطمنت. بصراحه انا على اعصابي يا حكيم. حسب التحاليل نسبة التسمم بجسمك نزلت كتير، يعني ما عاد في خطر على حياته. حسب الصور مبين انه في رصاصة بالظهر عاملة اضرار حواليها، بس ما في خطر شلل، يعني رح ترجع تمشي بشكل كتير طبيعي. لو بتطلع من المستشفى بدك ترجع تتمرن حتى لو مع العكازات لحتى ترجع تسترجع قوتك، بعدين مع الفيزيوثيرابي والادوية بترجع تمشي بشكل كتير طبيعي. يعني خلص رح يرجع يمشي على الاكيد؟ ايه اكيد اكيد. انا حطيت بالتقرير الطبي انه في رصاصة بظهرك، يعني بطبيعه الحال رح يمر بدارك لعندك يعمل معك تحقيق، يمكن بكره فحضر حالك. العمليه رح تنعمل بعد يومين، الشباب رح يبلشوا يحضروك من بكره، اذا عزتوا شيء اتصلوا فيي. شكرا كثير لك يا دكتور. كثر خيرك يا دكتور. فضلت علينا. شكرا دكتور، شكرا. الحمد لله يا احمد، الحمد لله. يا بطل رح ترجع تمشي. الله بعت لنا اياهم لهالدكاتره اللي خلصونا. الحمد لله. سحر بدي اخبره على ليس. شو؟ انت مجنون؟ بيقتلونا. أنا قصدت بسببه وزتني، إجوا دكاترة من غير دول وساعدوني، وائل اللي كان يدور يمين بصمر اتشحط وحرق له بيته، مش هيك خبرنا على التليفون؟ شحطهم كلهم هو وريم والختايرية، حتى نجم شحطه، لأنه ساعدهم ووصلهم مطرح ما رايحين، هيدا لازم ينحبس، لازم ينشني، لازم خلص الأولاد الصغار منه ومن شره، والبنات كمان، يعني ريم ليش مريضة؟ مش لأنه بيجبرها تشتغل بالحرام؟ وبيجبرها تظهر مع مين مكان؟ إذا بتفكري منيح هو سبب كل مصايب دهريك. بدي دز عليه، بدي أحبسه وريح الناس منه ومن شره.